بالاستيقاظ متأخرا حتى في عطلات نهاية الأسبوع. هل تتذكرون دورة النوم أو الاستيقاظ أو نظام التواتر اليومي؟ الساعة البيولوجية الذي ذكرته سابقا؟ للتأكد من أن ذلك النظام يعمل بشكل فعال، عليك الاستيقاظ في الوقت نفسه كل صباح. وإن فعلت خلافا لذلك، فإنك تخاطر بإفساد ساعاتك البيولوجية، وهذا بدوره سيعطل قدرتك على النوم ليلا. من الممتع النوم لساعات متأخرة صباحا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع وأثناء الإجازات، ولكن في حين أن القيام بذلك قد يكون رائعا في الوقت الحالي، لكنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي دائم على جودة نومك. الخيار الأفضل هو الاستيقاظ في وقتك المعتاد كل صباح، وأخذ قيلولة بعد الظهر إذا شعرت بالتعب. إنها أقل متعة من الاستيقاظ متأخرا، ولكنها ستدر ربحا على المدى الطويل، حيث إنها ستنظم ساعاتك الداخلية نفسها. بمناسبة الحديث عن القيلولة، 7. قم بالحد من مدة قيلولتك بعد الظهيرة. أحب أن آخذ قيلولة، فليس هناك أفضل من أن تستلقي على الأريكة وتغمض عينيك وتغفو، فإن ذلك سوف يشعرك بالانتعاش وبأنك أكثر انتباها وفي مزاج أفضل، كما أنها طريقة رائعة لتجنب هبوط فترة ما بعد الظهر عندما تنخفض مستويات طاقتك. ولكن هناك طريقة صحيحة وأخرى خاطئة لأخذ قيلولة، فقد وجدت أن أفضل نهج هو أن تأخذها مبكرا في فترة ما قبل الظهر، قبل الثالثة بعد الظهر، وتقصر مدتها على 20 دقيقة. أما إذا أخذتها لاحقا أو لمدة أطول، فإن ذلك يؤثر على قدرتي على النوم ليلا. 8. تعلم كيف تستخدم النور لمصلحتك. إن دورة نومك واستيقاظك تتأثر بشدة بهرمون يسمى الميلاتونين، ويجعلك هذا الهرمون الذي يفرزه المخ تشعر بالنعاس، وتتأثر الكمية التي تفرز وتطلق في الدم بكمية الضوء التي تتعرض لها، فكلما زاد الضوء في بيئتك المباشرة قلت كمية الميلاتونين التي يفرزها مخك، وهذا هو سبب شعورك باليقظة عندما تتعرض لضوء الشمس الساطع وبالنعاس مساء، خصوصا عندما تنطفئ الأضواء. استخدم هذا التأثير لصالحك، تجنب الضوء الساطع قبل وقت نومك، وإذا كان الضوء الخارجي يتسلل من خلال نافذة ضع الستائر أو الأغطية لتحجبها. وعلاوة على ذلك وعلى النحو الموصى به أعلى، تجنب استخدام هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي أو حاسوبك المحمول، ومشاهدة التلفزيون مباشرة قبل الذهاب إلى الفراش، حيث يمكن للضوء المنبعث من هذه الأجهزة قمع إفراز الميلاتونين مما يقلل من شعورك بالنعاس. 9. تجنب الشرب قبل ساعتين من وقت النوم. كلما شربت قبل الخلود للنوم مباشرة زادت احتمالية استيقاظك واحتياجك لزيارة الحمام، كما يمكن أيضا أن تزوره عدة مرات. وبينما تبدو الرحلات اليومية إلى الحمام غير ضارة، يمكنها أن تقاطع دورات نومك، مما يحرمك من الاستمتاع بنوم عميق هانئ، وهذا بالطبع سوف يؤثر على ما تشعر به في الصباح. خذ رشفتك الأخيرة من الماء قبل ساعتين على الأقل من أن تخطط للخلود للنوم، وهذا سوف يمنحك متسعا من الوقت لعمل رحلة أخيرة إلى الحمام قبل النوم ليلا. 10. قم بإنشاء روتين مسائي واتباعه. ليس هناك طريقة أفضل للضمان أنك سوف تستمتع بنوم هادئ مساء من أن تتبع روتينا ليليا متسقا. لا يستطيع الكثير منا الخلود إلى النوم حسب الطلب، لذا علينا أن نمهد طريقنا له. فعلى سبيل المثال، أجد أن قراءة رواية تساعد على تهيئة عقلي لوقت النوم، فهي تخفف الضغط النفسي وتشعرني بالاسترخاء وتضعني في مزاج جيد. وقد تجد أن أخذ حمام ساخن أو السماع إلى الموسيقى الهادئة أو ممارسة اليوغا له تأثير مماثل عليك. اشحذ فكرك بحثا عن بعض الأنشطة التي سوف تساعدك على الاسترخاء للمساء، ثم قم بها كل ليلة بنفس الترتيب بدءا من الوقت نفسه، وسوف تجد أن هذا الطقس
سيساعدك على الانتقال من حالة اليقظة إلى حالة الاستعداد للنوم خلال دقائق من إطفاء الأنوار. ماذا لو لم تزل قادراً على النوم؟ إذا قمت بالعمل على جميع المقترحات العشر المذكورة أعلاه ولكنك لا تزال تواجه صعوبة في النوم، فقد حان الوقت لطلب المشورة المهنية. قم باستشارة خبير مرخص ومعتمد في علاج اضطرابات النوم. يشكل الأرق المزمن مسألة خطيرة، حيث يمكنه استنزاف طاقتك وجعلك سريع الانفعال وإضعاف قدرتك على التركيز، كما يمكن أن يؤثر على ذاكرتك وتدمير قدرتك على اتخاذ قرارات عقلانية. كما يمكن أن يؤدي الأرق طويل الأمد إلى الاكتئاب. لذلك فإذا استمر أرقك لأكثر من بضعة أسابيع عليك التماس التوجيه من اختصاصي. روتيني المسائي وكيف يساعدني على النوم بسلام. أعتقد أنه سيكون من المفيد أن أصف روتيني المسائي وأشرح الأسباب الكامنة وراء مكوناته المختلفة. إن روتيني بسيط للغاية، حيث يمكنك تكراره بدون مجهود. ولكن من الجدير بالذكر أن روتينك المسائي يجب أن يتماشى مع ميولك. فعلى سبيل المثال، لقد اخترت ألا أمارس اليوغا لأنني لا أجدها مجزية على الصعيد الشخصي. أما إذا كنت تستمتع باليوغا وتساعدك على الاسترخاء، فعليك أن تضع حتما بالاعتبار أن تجعلها جزءا من طقسك المسائي. والآن إليك الطريقة التي أمضي بها الساعات التي تسبق الصعود إلى الفراش. في الخامسة مساء أتوقف عن العمل، حيث أعتقد أنه من الهام ترك العمل في وقت معقول. فترك العمل في تمام الخامسة مساء يمنحني متسعا من الوقت للاسترخاء. في الخامسة والربع أراجع قائمة أعمال اليوم الحالي وأخطط لليوم التالي. في السادسة مساء أتناول العشاء، ونادرا ما أتناول وجبة خفيفة بعد ذلك، فأنا أنام بشكل أفضل عندما أتناول الطعام قبل النوم بعدة ساعات قبل الذهاب إلى الفراش. في السادسة والنصف مساء أشاهد نتفليكس أو محادثات تيد أو أقرأ رواية، حيث تشعرني هذه الأنشطة بالاسترخاء. في الثامنة مساء أقضي وقتا برفقة زوجتي. في العاشرة مساء أقرأ رواية، فمجددا هذا الأمر يشعرني بالاسترخاء. في العاشرة والنصف مساء أخذ حماما ساخنا وأغسل أسناني وأستخدم المرحاض، فلا يوجد ما يجعلني أكثر نعاسا من الحمام الساخن. في الحادية عشر مساء أشرب كأسا من الماء، وعلى الرغم من أنني أدرك عدم اتساق هذه النصيحة مع رقمي 9 من القسم السابق، فإنني أشبه الجمل حينما يتعلق الأمر بشرب الماء، حيث إنه من المستبعد أن أستيقظ في منتصف الليل لزيارة الحمام. في الحادية عشر والربع مساء أغط في النوم. لاحظ كيف أن معظم الأنشطة المذكورة أعلاه مصممة بهدف الاسترخاء، ولكن الأهم من ذلك لاحظ كيف أنني أقوم بنفس الروتين ليلة تلو الأخرى. إن فعل هذا يبرمج عقلي، حيث يشير إلى اقتراب موعد النوم، فحالما أحتسي كوب الماء في تمام الحادية عشرة مساء أكون مستعدا للنوم. وغالبا ما أغط في النوم بمجرد ملامسة رأسي للوسادة. ليس عليك أن تتبع روتيني المسائي، ففي الواقع يمكن ألا تحب بعض أنشطة المسائية المفضلة مثل قراءة الروايات، ولكن لا بأس بذلك. فقط استخدم روتيني كمثال وصمم روتينا يناسبك. إذا كنت تستمتع بالتأمل ليلا فاجعل ذلك جزءا من روتينك، وإذا كنت تحب ممارسة اليوغا أو الاستماع للموسيقى الهادئة فقم بتضمين هذه الأنشطة. أما إذا كنت تستمتع بألعاب الفيديو فمارسها، ولكن عليك أن تتوقف قبل موعد النوم بساعة. المهم في هذا الصدد هو أن تخلق طقسا مسائيا يتكون من أنشطة تشعرك بالاسترخاء وتعدك للنوم، ثم كرره كل ليلة، ويفضل أن تبدأ ذلك في الوقت نفسه كل ليلة. في القسم التالي سنكتشف ما إذا كنت بحاجة إلى أن تكون مستيقظا باكرا لتحقيق أقصى استفادة من صباحك. قد تفاجئك التفاصيل. هل من الضروري الاستيقاظ في الخامسة صباحا؟ قد تكون قد سمعت أن الذين يستيقظون مبكرا أكثر إنتاجية من الأشخاص الذين يستيقظون في وقت متأخر من الصباح.
إنها من المسلمات الشائعة أن الاستيقاظ مبكرا هو مفتاح مضاعفة الإنتاجية، ولكن هل يجعلك الاستيقاظ مبكرا أكثر إنتاجية حقا؟ إنها حقا فكرة مثيرة للاهتمام. كل ما عليك فعله هو الاستيقاظ في الساعات 5 صباحا، وسترى زيادة هائلة في حجم الأعمال التي تنجزها. لكن العلماء يدعون أن العلاقة بين نومك وإنجازك علاقة مترابطة وليست سببية، فمن يستيقظ مبكرا غالبا ما يكون منتجا، ولا يرجع ذلك إلى الاستيقاظ مبكرا فقط، بل يعود إلى عوامل أخرى كذلك. قام باحثون في سويسرا وبلجيكا منذ عدة سنوات بتتبع نشاط 16 مخا مستيقظا باكرا و15 آخر مستيقظا متأخر، وقد حصل هؤلاء الأشخاص على نفس القدر من النوم كل ليلة 7 ساعات، لكن المجموعة الأولى نهضت من الفراش قبل المجموعة الثانية ب4 ساعات. وجد الباحثون اختلافا طفيفا بين المجموعتين في أداء سلسلة من المهام. وبالنظر إلى هذه النتائج المتقاربة نتساءل، لماذا يوصي العديد من الخبراء في مجال الإنتاجية بالاستيقاظ مبكرا؟ أعتقد أنني اكتشفت السبب. يميل المستيقظون مبكرا إلى التصرف بهدف، وهي فكرة استكشفناها في قسم أهمية تحديد النوايا والأهداف. المشكلة هي أن الخبراء نادرا ما يذكرون هذا عندما ينصحون بأنه على الآخرين بأن يستيقظوا مبكرين، فعندما تقرر الاستيقاظ مبكرا ترغب في بدء اليوم مبكرا، فإنك تفعل ذلك مع وضع هدف في الاعتبار. هناك سبب يجعلك في أن ترغب في بدء اليوم مبكرا، وهذا السبب يدفعك إلى القيام بعمل ما. لهذا السبب تصبح أكثر إنتاجية عندما تستيقظ مبكرا. سأستخدم مثالا من حياتي. كما ذكرت كنت أستيقظ في الساعات 4 صباحا منذ سنوات لتصميم مواقع على الإنترنت وللكتابة. كانت هذه نواياي وأهدافي التي كنت أحددها بوضوح في ذهني عندما كنت أدخل السرير كل مساء، ولأن لدي هدفا محددا كنت أعرف بالضبط ما كان من المفترض أن أفعله كل صباح، ولأني على دراية تامة بأسباب قيامي بالمهمتين لإنشاء مشروع تجاري استيقظت متحمسا لبدء اليوم، ولذلك ارتفعت إنتاجيتي وتمكنت من إكمال حجم كبير من العمل في الساعات 3 الأولى من يومي. كان هذا بعد أن توقفت عن الذهاب إلى الفراش في منتصف الليل كل ليلة. بدأت في النوم مبكرا للتأكد من أنني تلقيت قسطا كافيا من النوم لأداء جيد في اليوم التالي. المغزى من ذلك كله أن إنتاجيتي لم تكن سبب الاستيقاظ مبكرا، بل كانت بسبب وجود نوايا وأهداف محددة بوضوح. فهل من الضروري أن تبدأ روتينك الصباحي 5 صباحا؟ في رأيي لا، فالأمر الأكثر أهمية هو أن تستيقظ وأنت تعرف أهدافك، وأن تكون مستعدا للقيام بأعمال عن عمد وقصد. هذا في اعتقادي هو المفتاح لتجربة يوم مثمر وهادف حقا. ومع ذلك أعترف بأني مشجع قوي للاستيقاظ مبكرا، أستيقظ في الساعات 5:30 صباحا هذه الأيام، ولا أبالغ عندما أقول إن حياتي قد تغيرت بعد أن أصبحت مستيقظا باكرا، وسأشرح الأسباب الرئيسية في القسم التالي. 10 أسباب تدفعك للاستيقاظ مبكرا. كنت دائما أساوي بين كوني مستيقظا باكرا وبين كوني منتجا، وكما أشرنا في القسم السابق فالاستيقاظ عند بزوغ الفجر وحده لا يضمن شيئا. إن مفتاح الإنتاجية العالية في الصباح والاستيقاظ مع تحديد هدف معين في بالك. ومع ذلك هناك العديد من المزايا للاستيقاظ مبكرا تمتد إلى ما هو أبعد من حجم الأعمال والمهام التي يمكنك إنجازها بينما ينام الجميع. اضبط المنبه ساعة مبكرا وتجنب الضغط على زر الغفوة، وإليك بعض المكاسب التي ستحصل عليها. 1. ستنعم بالسلام والهدوء. أحد أعظم مصادر البهجة التي يجلبها الاستيقاظ مبكرا هو أن قليلا من الناس ينهضون مبكرا. هذا يعني أن هناك ضوضاء أقل تشتت انتباهك. ستستمتع بالهدوء والسكينة سواء كنت وصلت إلى عملك قبل زملائك أو كنت تسترخي في المنزل قبل أن تستيقظ عائلتك. فعدد السيارات على الطريق أقل
وعدد الناس في الشوارع أقل، وعدد المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية التي يجب إرسالها أقل. 2، ستصبح أكثر إبداعاً. لا يعني أن مغادرتك السرير مبكراً يجعلك أكثر إبداعاً، ليس الأمر كذلك، لكن الكثير من الناس يشعرون أنهم أكثر إبداعاً في الصباح مما هم عليه في فترة ما بعد الظهر أو المساء. قد يرجع هذا إلى أن العقل منتعش ومرتاح. قد يكون أيضاً بسبب الهدوء والسكينة اللذين يصاحبان ساعات الصباح الباكر. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات تظهر أن النوم الليلي يشهد في الواقع نقلة إبداعية أكثر من هؤلاء الذين يستيقظون مبكراً. لكن المشكلة هي أن السهر حتى ساعات الصباح الباكر لا يساعد على العمل بشكل طبيعي. يجد معظم الناس أن الروتين الأكثر فاعلية هو أن تنام جيداً بالليل وأن تستيقظ مبكراً مستريحاً تماماً في صباح اليوم التالي. 3، ستشعر أنك أكثر نشاطاً. في عام 2009 أبلغ عالم الأحياء كريستوف راندلر من جامعة هارفارد عن اكتشاف مثير للاهتمام بعد إجراء اختبار على 367 طالباً جامعياً. أشار إلى أن الطلاب الذين استيقظوا مبكراً يشعرون بأنهم أكثر نشاطاً. رأى راندلر أن هذه العادة أدت إلى زيادة الدخل وتحسين الأداء الوظيفي. هل الاستيقاظ المبكر مسؤول بشكل مباشر عن زيادة نشاط الفرد؟ قد أشار راندلر إلى دراسات تفيد أن الاستيقاظ المبكر يجعل المرأة أكثر وعياً. هذا الوعي في رأيه هو السبب الحقيقي الذي يجعل المستيقظين في وقت مبكر أكثر نشاطاً. 4، ستشعر بضغط أقل. يخف الضغط والتوتر في حياة من يستيقظون مبكراً بسبب عاملين. أولهما أنهم لديهم المزيد من الوقت في الصباح. هذا الوقت الإضافي يتيح لهم التركيز على المهام التي يحتاجون إنجازها دون استعجال أو تسرع. ثانيهما أنهم أقل تأثراً بوطأة الفوضى العقلية وتشوش الأفكار. هذه الفوضى تتراكم على مدار اليوم عندما نتعامل مع قائمة المهام المطلوب إنجازها ونتفاعل مع الناس. كل هذه الفوضى منعدمة في ساعات الصباح الباكر. ستجد أيضاً أن أداء طقوسك الصباحية سيساعدك على السيطرة على معدلات التوتر، وسنناقش ذلك لاحقاً. 5، ستكون أكثر سيطرة على نفسك. فكر في آخر مرة شعرت فيها بالقلق والإرهاق في الصباح. ربما كنت تحت ضغط أثناء تجهيز أطفالك للمدرسة في الوقت المحدد. ربما اضطررت إلى عدم تناول وجبة الإفطار لحضور اجتماع الساعة 8 صباحاً في عملك. ربما كان عليك الاستغناء عن الاستحمام حتى تلحق موعداً مهماً مع طبيبك في الصباح الباكر. أياً كانت الظروف التي مررت بها، ربما شعرت لو كنت تفتقر إلى السيطرة على صباحك. عندما تستيقظ مبكراً تختفي هذه التحديات. يكون لديك المزيد من الوقت تحت تصرفك، وبالتالي المزيد من الحرية لإنجاز الأشياء المهمة استعداداً لبقية يومك. 6، سيكون لديك المزيد من الوقت لممارسة الرياضة. هل سبق لك أن خططت لممارسة الرياضة في وقت متأخر من بعد الظهر؟ ربما بعد العودة إلى المنزل من عملك، ثم انتهى بك الأمر على الأريكة تشاهد التلفزيون؟ هذا السيناريو الشائع يرجع إلى أن قوة إرادتك لتنفيذ المهام قد انخفضت بعض الشيء، والتي بدورها تنبع من الملل في اتخاذ القرار. Decision fatigue. إليك طريقة سير الأمور. أنت تتخذ مئات القرارات على مدار اليوم. كل قرار يستنزف قوة إرادتك. بالوقت الذي تصل فيه إلى المنزل، تكون فكرة مشاهدة التلفزيون أكثر جاذبية من الذهاب إلى صالة الجيم. ثم تستسلم لنداء الإغراءات وتعيد نفسك بأنك ستزور صالة الجيم غدا. يمكنك بسهولة تغيير هذا النمط إذا استيقظت مبكرا ومارست الرياضة في الصباح. سيكون لديك متسع من الوقت للرياضة، لذا فمن المستبعد أن تلغى، كما أنك لن تضطر إلى الاعتماد على رصيدك الاحتياطي المتناقص من قوة الإرادة لتحفيزك.